الحمد لله الذي جعل عنده أول آية في كتاب رحمته، وجعل عنده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد العباد فعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو أراد أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما رحم الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، العشر من ذي الحجة، وما أدراكم العشر، لم يتبقى منها إلا القليل. ذلك اليوم الذي نحن فيه ويوم النحر، إنها الأيام الميمونة والليالي المباركة التي تفضل الله جل وعلا بها على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الأيام التي أودعها الله جل وعلا خير يوم طلعت فيه الشمس. إنه ذلك اليوم، إنه يوم عرفة. إنها الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال: والفجر وليالي العشر. فالليالي العشر هي الأيام الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وأمرنا الله جل وعلا أن نذكره فيها، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح في هذه الأيام. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر من شهر الحجة. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح في هذه الأيام، فقال كما عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قد لا يتصور البعض هذا الأجر وهذا الفضل إلا إذا وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. ولك أن تتصور هذا الفضل وهذا الأجر. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إذا وقفت على هذا الأجر وهذا الفضل، راجع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورحمه الله الحافظ ابن حجر حين قال: لا
لأن هذه الأيام قد جمعت أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر لله جل وعلا. أما الصلاة فهي صلة بين العبد وربه، لا يقطعها لا في هذه الأيام ولا في غيرها، امتثالا منه اليوم لربه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وامتثالا منه لأمر ربه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وامتثالا منه لأمر ربه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وامتثالا منه لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أسباب الوضوء على المكاره وكسرة الخطى من المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي الجهاد في سبيل الله. وامتثالا منه لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى ذلك من درنه اي من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. وامتثالا منه لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. من غدا الى المسجد او راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح. وكيف يقرأها وهو يسمع قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا والغي والي في جهنم. وكيف يقرأها وهو يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه، بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأنا لا أتحدث عن صلاة الفريضة، فهذه لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، وإنما من الواجب على العبد في هذا اليوم واليوم الذي يليه والأيام القادمة أن يكون له حق من قيام الليل. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أما الصيام فهي من أعظم وأجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. هنيئا لمن صام الأيام الفائتة، وهنيئا لمن صام هذا اليوم، هنيئا له، هنيئا لمن صام هذا اليوم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة كما روى النسائي بسند صحيح من حديث السيدة الحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع من الحجة، كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع من الحجة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله يوما واحدا باع
وجهه وبين النار 70 خريفا، فما بالهم بهذه الايام المباركه، ما بالهم بهذه الايام الفاضله، ما بالهم بهذه الايام التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. اما الصدقه فهي من اجل واعظم الاعمال الصالحه التي يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا في هذه الايام. دراهم معدوده تضعها في يدك، ثم تضعها في يد من ظهرت حاجته وغلبت فاقته، يرفع الله جل وعلا لك بها الاجر، ويحط الله جل وعلا بها عنك الوزر، ويجعلها الله جل وعلا لك ملاذا يوم تلقاه، يوم يكون المؤمنون يوم القيامه كل فرد منهم في ظل صدقته. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ولك ان تتصور هذا الموقف المهيب، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، ويغرق الناس في عرقهم، ويتمنى اهل الموقف ان يصرفوا من الموقف ولو الى النار. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اماما عالما، وشاب نشا في عباده ربه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. فان لم يكن لك ما تتصدق به فامرك بالمعروف صدقه، ونهيك عن المنكر صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. ان لم يكن لك ما تتصدق به فلا اقل من ان تكف اذاك عن الناس، ان تحفظ لسانك عن الغيبه والنميمه، ان تحفظ بصرك عما حرم الله، ان تحفظ جوارحك عن كل ما يغضب الله جل وعلا، ان تكف نفسك عن ظلم خلق الله وظلم عباد الله. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. التعامل بالحسنات والسيئات، التعامل بالحسنات والسيئات. من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. فالظلم ظلمات يوم القيامه، كل من كان تحت يدك فظلمته او بخسته حقه او ضربته فانت ذاك في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم اصيات كأذناب البقر، يضربون بها الناس يقصد الظلمه من خلق الله، ونساء تاسيات عاريات مائلات طميلات، رؤوسهن كاسلمه البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يدرن ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. صلى الله على الصادق صلى الله عليه وسلم. اما الحج فهو ركن عظيم من اركان الاسلام، اسال الله جل وعلا ان لا يحرمنا من الحج بفضله ومنه وكرمه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. اما ذكر الله جل وعلا فهي من اعظم واجل الاعمال الصالحه التي يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا في هذه الايام الميمونه الكريمه المباركه
قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واخرج الامام احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام، اي من ايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير، فاكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة قد لا يستغرق منك الامر دقيقه. سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حقت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيعجز أحدكم أن يحسب كل يوم 1000 حسنة 1000 حسنة؟ فقال أحد جلسائه كيف يحسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 100 حسنة أو تحق عنه فتكتب له 1000 حسنة أو تحق عنه 1000 خطيئة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدد 10 رقاب فكأنما أعتق 10 من العبيد، وكتبت له 100 حسنة وحبت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه هذا، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فأروا الله جل وعلا من أنفسكم خيرا في هذا اليوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أعظم بركات هذه الأيام أن الله جل وعلا أودعها خير يوم طلعت فيه الشمس، في الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله جل وعلا من أيام العشر، وما من يوم أفضل عند الله جل وعلا من يوم عرفة، وما من يوم أفضل عند الله جل وعلا من يوم عرفة، إنه اليوم الذي أقسم الله جل وعلا به في كتابه الكريم، فقال وشاهد ومشهود عن ابي هريره مرفوعا وموقوفا ان الشاهد هو يوم عرفه والمشهود هو يوم الجمعه، وقيل ان الشاهد هو يوم الجمعه والمشهود هو يوم عرفه، وقد اجتمع في يومنا هذا شاهد ومشهود. انه اليوم الذي يتنزل الله جل وعلا فيه تنزلا يليق بجلاله وكماله لا تشبه ولا تعقل ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد تنزلا يليق بجلاله وكماله، وانه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته، اي يباهي بحجم بيته الحرام ملائكته، ثم يقول لملائكته انظروا عبادي اتوني شعسا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، أقولها 3
لو لم تخرج من هذه الجمعة إلا بهذا الحديث لكفاه. عرض على هذا الحديث من نواجذ، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو ثم يلاقي به ملائكته. انظروا يا ملائكتي، ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء الذين نزلت أوقاتهم نفقات؟ ماذا أراد هؤلاء الذين سحبوا هنالك يتضرعون إلى رب الأرض والسماوات رجاء أن يغفر الله جل وعلا لهم الذنوب والسيئات؟ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إن لم يعتق الله جل وعلا رقبتك في هذا اليوم فمتى سيعتق رقبتك؟ إن لم يغفر الله جل وعلا لك في هذا اليوم فمتى سيغفر الله جل وعلا لك؟ إن لم يغفر الله جل وعلا لك في هذا اليوم الكريم فمتى سيغفر الله جل وعلا لك؟ الله جل وعلا من أنفسكم خيرا في هذا اليوم، ساعات معدودة قد تنجى بها أمام الله جل وعلا وتكتب قد عتقت من النار، ساعات معدودة. إنه اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة هنيئا لمن صام هذا اليوم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ساعات معدودات يغفر الله جل وعلا لك بها 700 يوم بل يزيد، ساعات معدودة تصومها يغفر الله جل وعلا لك بها ما يزيد عن 700 يوم. إنه يوم الحج الأكبر، إنه يوم المغفرة، إنه اليوم يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جاء بعض من أحبار اليهود اجتمع عند البخاري فقال: يا أمير المؤمنين، اسمع إلى هذا الحديث، اليهود تغضبنا على هذا اليوم، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: أي آية هذه؟ قال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب: إني أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. واسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال. فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. في حجة الوداع أنصت يا الناس، فقال: لبيك يا رسول الله. فقال سيدنا بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لقد أتاني جبريل وأقرأني من ربي السلام وقال لي: إن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضيأ عنهم التبعات، إن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وضيأ عنهم التبعات. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: أهذا لنا فرصة يا رسول الله؟ أي لأنك تحج بيننا ولأنك بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذه البشارة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: كسر خير الله وقال، كسر خير الله وقال،
كسر خير وهو ضاق، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، أكسروا من الدعاء في هذا اليوم. وكان من حديث صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا من أنفسكم خيرا في هذا اليوم، والله جل وعلا من أنفسكم خيرا في يوم النحر ويوم النفر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أعظم عند الله جل وعلا من يوم النحر ويوم النفر، أي اليوم الذي يلي يوم النحر. أكثروا من ذكر الله جل وعلا، أكثروا من قراءة القرآن، فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله جل وعلا من أنفسكم خيرا، الله جل وعلا من أنفسكم خيرا في هذا اليوم. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله جل وعلا ولكم. ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، أدعو الله جل وعلا أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا اليوم الكريم الطيب المبارك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتك الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعل مصر أمنا أمانا سخاء بقاء وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله جل وعلا على قوله. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من فضل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.